هلم بضيوفنا كرام قصرتي بنهار شوفوها كبر وصغار وششتنا بوة الدار كاميرا تصور فيه وين يروح تلحق ليه ماشي نقاشي بحصة رانا حكمنا ضيف الحلقة اليوم تعودتوا تشوفوه في المجال الرياضي، جاء على أساس أنه ضيف في حصة 100% سبور وماشي نقاش جاري. غريب، المعاقب من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسبب واحد المشكل معروف عند العام والخاص. غريب، جاو كله حماس باش يحكي ويفرغ قلبه. كما راكم تشوفوا عمر غريب هو ضيف حلقتنا نقاش جري هذه المرة. كما سبق وجبنا في مجال الرياضة، جبنا ناس في المجال الرياضي. اليوم عمر غريب اللي راهو عنده مشاكل بزاف وناس بزاف يحبوه وناس بزاف ما يحبوش. عمر غريب هذه المرة راهو في رانا حكمناك وان شاء الله نحكموه. ليكيب كاميرا موجودين اليوم، عزلوني ياكم تشوفوا ياسين اليوم ياسين عسلوني يعقوب يوسف كاميرا معنا يا ان شاء الله يد وحده ونحكم عمر غريب وجوز على خير ونتلاقاو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير في 100% سبور. نستضيف اليوم شخصية لطالما صنعت إشكالا في الرياضة الجزائرية ووضعت عدة أسئلة نريد الإجابة عنها اليوم. ضيفنا اليوم عمر غريب، الرئيس السابق للمولودية العاصمية. عمر، أهلا بك في 100% رياضة. تفضل. شكرك على الاستضافة. عمر غريب هو السبب في أن لاعبي المولودية ما طلعوش المنصة يستلموا في الميداليات، وأهانوا الدولة الجزائرية وأهانوا رموز الدولة، اللي من بينها أنه الوزير الأول حضر خصيصا لينوب على رئيس الجمهورية من أجل تسليمكم هذا. أقول يا حال، السلام عليكم. السؤال اللي قلت على إهانة الدولة وإهانة رموز الدولة هذه ما كانش منها، ما تهانش الدولة بميدالية. ميدالية المقابلة اللي تلعبت وكانت اللاعبين كانوا لاعبين غدنا الحركية هناك لاعبين من الحكم، وكانت ماهيش مقصودة باش ما يديوش لي ميداي ولا حتى حاجة. الناس الانتهازيين هما اللي داروا هادشي، داروا البلبلة هذي باش يقولوا فوالا بلي عمر غريب أهان الدولة، أهان الدولة تاعي بميدالية. يدير لونغار لو كان تحت معاه، راكم بالك المولودية ما راهيش في الوضع اللي راهي فيه. لا مولودية لا، بس أنا واش مولودية فيه؟ راجل مزلوط، واش تحد مع واحد ما عندوش؟ علاش انت ملياردير؟ لا مش ملياردير، انا عندي حاجه قليله وعندي صحابي في الجبل. يقولوا بالدراهم الزطله. لا مي هما كيقول لك هكذا بصح. عمر في الجنه حنا جات سيبك ما نقولوش. هذه قالها واحد الانسان ثم باش ما ندخلوش في قناه واحد اخرى. قالوا فوالا، قلت له معليش، شغل حنا عايشين في غابه ما كانش دوله. باسكو عمر هذوك الناس، انا هذوك الناس انا اللي حبس لهم البيبر والحليب من المولوديه. نحكي بصح، درام زطلة ولا لا؟ درام زطلة ولا لا؟ ورا زطلة جبتها لي انت ولا بصح. علاش يقولوا انه عمر غريب فاشل، ولو كان ما جاش فاشل ما يصرالوش هكذا مع المولوديه؟ خرج من باب الضيق بتبهديله. الفشل تاعي هو النجاح. وراه النجاح. تسمي هذا نجاح؟ بيسمي وراه النجاح. نجاح وراه النجاح عمر. اي معليش انا نقول لك وراه النجاح. النجاح راني كملت فيناليست. وخرجت مزيان. وكيفاش خرجت؟ ما خرجت محبط راسك عمر. لا ما نحبطش راسي. خرجت محبط راسك عمر. راسي ديما مرفوع، ما يقدرش نحبط راسي باسكو علاه؟ يحبط راسه واللي يسرق واللي يخطف واللي يبيع زطلة. واللي يبيع زطلة. بصح عمر ما يبيع زطلة. ما يطرافي كيما ولي خرج راسه مرفوع زعما. بيان سور ونفتخر بروحي. تفتخر انك تبيع زطلة؟ لا عيب، حرام، ما يخدموش الخدمة. نروحوا الفاصل ونعاود نوليو. تفضل. وشاهدينا الى فاصل ثم نعود اليكم مع ضيفنا عمر غريب، الرئيس السابق للمولودية العاصمية.
تحب نتهلق؟ لا لا ما قلقكش انا علاش إيه بس تهدر هضره شغل تاع دراري. لا لا ما دراري تهدر هضره علاش انا دراري؟ لا انت ما تهدر هضره سما انا دراري. والله وين جميع يقول لك مين تخلوا هكذا وتبيع الزطلة مش خلي بيع الزطلة دي انا فلاش انجل انا مش هذي الشارع داوي يهدر فيها هو يا عمر قلقتنا محمود بهذا الكلام وتعرفوا عمر كي يلقى ياسين يفرغ قلبه وش هذا زي لا محمود راهو قلت احنا حكينا تاع الشارع او قالت لك بصح لا لا راهو ياسين لا محمود محمود احكي لي على الصبر خلينا عودة إليكم مجددا مع ضيفنا عمر غريب. عمر يعني نحكيو على مسيرتك أنه حققت تشوف أنك حققت إنجازات مع مولودية الجزائر. عمر مستوى الدراسة تاعك وين ونحبست إكزاكتوم سيام مستوى سيام سير مولودية سيام مولودية كاتبوا لي فهم ولا لا قرأ انت تشوف راك فاهم باش فاهم مليح فاهم مليح فاهم مليح فاهم مليح وسير مليح وانا خدمتي تهضر عليا شحال كنت تضيع عمر في المولودية انت نعم انت صافي صافي المبلغ الصافي نتاعك انت شحال في المولودية بينيفول ندير ريح ندير ريح ندير ريح نجيب ما عندهاش مولودية فقيرة وفي وقت بعصيدة كنت ترفد الكابات دوكا راك بريزيدون صح صح هذا الكلام لا لا ما كان الناس رفض يعني اغلب بيت الاسئله اللي نعطيهم لك وحسب انه مصادر موثوقه عمر دائما تنفي علاش يعني ما ننفيش انا ما ننفيش انا راجل يقولوا انك تخاف 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 نخاف كون جيت نخاف ما تصير فرق كما مولود شعبيه كبيره كون جيت نخاف صح انت فاشل لا لا نعم انت فاشل علاش انا نعرف روحي بلي مانيش فاشل ومادام سي محمود يقول فاشل معليش ماشي لا لا ماشي فاشل يعني بالنسبه للانصار المولودي بالنسبه لا الانصار يحبوا عمر يحبوا عمر الانصار يحبوا عمر كان تنجم تروح للشارع وتسقسي انت كنت سيبورتر تاع المولودي وبعدين طلعت وليت رئيس وليت مسير وليت مسير في المولودية بلا مستوى دراسي بلا دراهم بلا والو لا ماهوش متهم في لا. سي محمود وشعره ما عندكش بلاش نحيته محمود انا نحيته علاش؟ نحيته محمود يجينيني كيف يكون الشعر بدي احصل على خفيف محمود نخمم مليح كي يكون تخمم مليح نخمم مليح وباين على التخمام هذا اللي راك مرمي برا وين برا؟ سوناطراك كلاتك سوناطراك لا شركة محمود شركة سوناطراك هذيك قدرت لهاش لونغار وي قدرت لهم يا سوناطراك ما قدرت لهاش فاش سوناطراك انا حوزوك حوزوك هو انا خدام محمود حوزوك كي قلت لك محمود انا ماشي خدام محمود ما كانش ينجم يحاوزني محمود انا بينيفول محمود كيفاش؟ جريت الابار كتبت عليك انك راح تكون اجون سيكيورتي وين؟ سوناطراك وقال في حوانتي محمود خير عندي حوانتي خير نخدم في حوانتي خير محمود حوانتي درتها من درام مولودية درام المولودية ماشي من درام الزطلة نعم دعم المولودية كان واحد السؤال هنا حبيت نطرحه لك ولكن نحشمت شوية تفضل بالنسبة لسنانك نخاف الدونتيست محمد أنا لا جاوبتك باش ما دوك انت ما تخاف دوك ممكن تقول لي عمر ما يخافش عمر ما يخافش ما خافش دونتيست ما تخاف هذاك ولا فومبير انت باش تاكل دراهم المولودية يا محمود خلي السيد ترانكيل لونغار رورا وسوناطراك وزيد الهضره الثقيله والوعره المخدرات اتخاش رورا كل رودا الدور انا قلت له رودا الدور رورا رودا الدور لكن رورا على الاقل اسم شرف الجزائر ولا باش يمثلها في الكاف يمثلها اه باش يمثل في كي توش عطيت الفريق الوطني معليش توش عطيت الفريق الوطني عطيت له الصوت تاعي برك واش من صوت سيبورتيتو سيبورتيتو يعني بلا مزيد كادي راح مين بعد باش احنا الجزائر باش نسيبورتي بلا مزيد هذيك ورا شرف الكره الجزائريه شرف ولا لا شرفها راهو مشرفها حتى تما وانت اهنت الكره الجزائريه يعني بلي ميداي بلي ميداي هذيك صح علاش هك خايف يا عمر حتى اجابتك ما فيهاش الجراه كيفاش زيك؟ يعني نشوف فيك ما تردداك تجاوب فيا من فوق قلبك. ماشي يعني نجاوب فيك. يعني ما نجاوب فيك باسكو تقول لي راهو بد. قلت لك ايه بد. كيك تقول لي احنا اهلنا بميدان مازال نحكوا عليه ميداي. راهو هو اللي هان الفوتبال.
من عندي شجاعه نقولها المخير كاع قلتها في التلفازه وقلت له ماذا بيا رئيس الحكومه يعرف علاش هو ما حبطش عليه يحبط التهميه ولا يحبط البروتوكول تاعو برجاوله علاش هو باسكو هو على بالو واش دار صح انت لما انت بعثت رساله للوزير الاول عبد الملك نعم واش قلت له فيها؟ حكيت له على رورو واش حكيت له؟ لا لا كتبت له والو على رورو لا لا قلت له باللي لا ما كانش عندك شجاعه اه ولا شجاعه وين راهي الشجاعه عمر؟ لا شو ما خليتش تكمل وقت تقول لي ماكش واش تحب نقول لك؟ شجاعه غير في التلفزيون تاعي رورو ما يقدرش يقابلك فاس فاس علاش ما يقدرش يقابلني فاس فاس؟ ولا انت ما تقدرش تقابله تخاف منه؟ اه غول كانت عندك أزمة صارت لك أزمة غير كيما و... ورحت رحت هربت خبيت عند رورو هذه جرية الآبار هي اللي راهي تقول أنت تخبى عند رورو أنا تخبى عند رورو ما كان حتى أزمة ما كان حتى حاجة ما صارت حتى حاجة الناس تدي وتجيب وراك تبات في دار تاع الجيش خباك تما الجيش ثاني حاجة مليحة والله ما كان بزاف كيما هذا محمود على بالك فاش في ما يخافوش لا ما كاش بزاف كيما مزيه لو كان جا كون جو كاين بزاف كيما انت كره الجزائر قاعد كيف الزطلة لا لا دوك محمود تما انت كلمه زوج هذيك والله ما ندير عليك باسكو انا دوك نعرف لا شغل انا هذيك ما قنعتنيش بها واش ما قنعتك ما قنعتنيش انك ما تبيعش الزطلة انا نشوف فيك عندك ملامح تاع واحد يبيع الزطلة انت معليش بصح انا ما نبيعش انا ما نبيعش وشريف والحمد لله الله يبارك دخلت الحبس نعم خطره واحده شحال 45 يوم زوج خطره واحده قلت لك موندا داري ولا موندا ديبو 45 موندا ديبو علاش علاش على الدبزه دبزه دبزه برك دبزه فيها الموس وكذا زيد مافيا انت نعم انت مافيا لا لا ماشي مافيا كنا صغار كنت شحال في عمرك كانت فيها كانت هذيك صارت لي و 92 92 فاكم دارجيري تلاقيت بوتفليقه حكيتي معاه واش ممكن تجي؟ ما جاش راسك الله لا لا اللي مقبلها 2006 هذيك وين تلاقيت به بوتفليقه؟ وين تلاقيت بوتفليقه؟ سان جوي اب واش قال لك؟ واش يقول؟ 2006 محمود ايه واش قال لك؟ واش يقول؟ الهضره اللي بيناتكم ما عندناش بيناتنا حنا هضره راكوب ما هضرناش ما قلت له والو ما قلت له والو كان فرحان هو كان فرحان واش قال لك هو في ظنك؟ ما قال لي والو وانت واش قلت له؟ وانا ما قلت له والو مازالك تخبي خايف ثاني كيما رورا وهذه ولا كيف؟ جبدوش هذاك هذاك انا في رمضان ما جبدوش تقرا الانترنت ولا ما تقراش؟ لا انا ما قراش الانترنت يا محمود ماشي مثقف لا كيفاش ماشي مثقف الانترنت ماشي مثقف محمود اه سات ايام الانترنت نقول لك يقرا الانترنت محمود سات ايام سي نورمال ماكش مثقف عمر ما نهربوش من من الواقع عمر نحكوا على رورا ونحكوا على الانترنت نحكوا على الانترنت ورورا صح انا جات الاب اللي تدار عليها انا ما نعرفهاش اه سخانة واقع لا عيتني ماشي سخون اه انا شفت النيفو الفشل شفت شفت تاني شفت قدامي الفشل هاي راح باش نكمل محمود باش كنت خاف تروح للدار او انا نسكن في دير ابراهيم في دار ضيافة محمود شحال صار لك بروبلام وتنضربت ما تنضربش محمود جامي ما تنضرب ما تنضربش انت بوي كانت يا وعمر غريب شفت روحك كي تشوف روحك هكذا في المرايه واش تقول؟ واش نقول؟ ما تقولش امر غريب؟ نعم انسان كيما كاع الناس محمود بارد انت يعني عبدني يكون سخون محمود يا حبيت يعني حبيت الاثاره في نقاش ولكن بصح اش من اثاره محمود اثاره تبيع دوس معاك تبيع الزطله دوس معاك انا نبيع الزطله محمود عيب هاي ماشي هضره الهضره يا محمود عيب عيب باسكو عيب عيب محمود تبات عند روراو هذاك واش خصو نبات عند الحاج انا وقت ديجا اللي فات انك تقول له الحاج نو الحاج باسكو انا صراحه الحاج نقول له الحاج نقول روراو ولا نقول له مي هو يعرف يعرف طبيعي يعني بالو بلي ما اللي درنا ليا ما نسمحلوش انت علاش ما تحج؟ قلت لك راح روراو للحاج نهار يولي ما يروحش للحاج انا نروح للحاج باسكو اغلبيه الناس اللي ما يروحوا اغلبيه حاجه اللي ما يستاهلهاش نص كبير كاع منافق حاجه اللي ما يستاهلهاش كونك صريع عمر درت الشر في حياتك ولا ما درتش؟ كيما نقدرش ندير الخير ملايكة انت يا كيما نقدرش ندير الخير ما نديرش الشر كاينش ملايكة واللي ضربته بالموس ودخلت الحبس مو الشر؟ غلطة هذه غلطة كنت مصدول
لا لا ما كيفش ما كيفش الدخان يطلع حقيقة كون نقول لك.